ما هي ملاءة؟ هي الهوية التجارية لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، وتعتبر مبادرة وطنية لإنشاء بنك المعلومات تحت إشراف البنك المركزي العماني، ويعتبر تشغيل المركز من المهام الرئيسية لملاءة. ما هو المركز الائتماني؟ لنفترض بأنك أحد البنوك أو مقدمي التسهيلات الائتمانية، سوف تحتاج لمعلومات لاتخاذ قرار بمنح التسهيل الائتماني كالقروض. كيف يمكنك التحقق بأنك ستسترجع مبلغ القرض؟ بإمكانك أن تفترض بأن العميل سيلتزم بالدفع، أو بإمكانك الحصول على تقرير ائتماني عن العميل ليساعدك في القرار. تقوم المراكز الائتمانية بجمع البيانات الائتمانية والمالية من أعضائها من البنوك وشركات التمويل وغيرها، ويكون بمثابة مرجع شامل للمقرضين ليساعدهم في قرار منح الائتمان من عدمه. وعند تقدمك لطلب الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني، سيقوم البنك بالاستعلام الائتماني عنك ليقرر إذا كان لديك الملاءة الائتمانية أم لا. يساهم المركز الائتماني في حصول العملاء على التسهيلات الائتمانية من خلال تزويد المقرضين بالمعلومات الائتمانية والتي تمكنهم من اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية. إذن هل يقوم المركز الائتماني باتخاذ القرار بشأن حصول على قرض أم لا؟ قرار حصولك على قرض يقع تحت مسؤولية المقرضين مثل البنوك وشركات التمويل وغيرها. لا يقوم المركز أبداً باتخاذ قرار منحك التسهيل الائتماني من عدمه، فهو يقوم فقط بتزويد المعلومات الائتمانية للمقرضين لاتخاذ القرار. ما نوع المعلومات التي يتم جمعها عني كعميل في ملاءة؟ تقوم ملاءة بجمع وتحليل وتنظيم المعلومات الائتمانية والمالية عنك من أعضائها، وهذا يشمل أكثر من 60 عضواً من البنوك وشركات التمويل والاتصالات والتأمين في السلطنة. وبإمكانك الحصول على تقريرك الائتماني أو درجة قياس الجدارة الائتمانية إلكترونياً في ملاءة. وإذا كنت تشك بوجود خطأ في معلوماتك، فبإمكانك تقديم طلب تصحيح المعلومات لملاءة. سيتم الاحتفاظ بمعلوماتك الائتمانية في ملاءة لمدة زمنية وفقاً لمتطلبات البنك المركزي. هل معلوماتي الائتمانية آمنة؟ نعم، ملاءة تقع تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العماني، وتخضع لجميع القوانين واللوائح السرية وحماية أمن المعلومات في السلطنة. معلوماتك الائتمانية هي متوفرة فقط لك ولجهة الإقراض التي تقدمت بطلب التسهيلات الائتمانية منها، ولا يمكن لأي طرف ثالث الاطلاع على تلك المعلومات. ملاءة، نحو قيمة مضافة للمجتمع العماني.